تعرفوا يا اولاد كنا بنقضي ليله راس السنه ازاي؟ طبعا عارفين، كنتوا بتقضوها طبعا حشيش وموز ولوز. ده انتوا كنتوا جيل بايظ. اتلم يا قليل ادب، ليله راس السنه كانت ليله منيله بالنسبه لي. طب يعني واحنا مالنا يا بوبي؟ انا كنت ناوي احكي لكم على ليله راس السنه بس بعد كلامكم ده هحكي لكم عن كل ايام السنه يوم يوم، وهنبدا من ليله راس السنه. ها فكرت في ان افاجئ صحابي في ليله راس السنه. ايه رايكم في المفاجاه دي؟ واو واو يا شادي اتجنن، بس انت اكيد دفعت كتير قوي في ايجارها دي. مش مهم اكون دفعت قد ايه، المهم انكم تكونوا فرحانين ومبسوطين، والاهم انكم هتدفعوا معايا عشان هي غاليه قوي. انت عبيط يا حبيبي، ندفع ايه؟ هتدفع يعني هتدفع. ايه ده؟ هو انت؟ دي مفاجاه باظت. والله يا كريم حاولت اجيب سواق تاني، انما المعرض اللي اجر العربيه ما عندوش ولا سواق فاضي. ربنا يخليك يا شادي. في ايه؟ اي نعم هو غلس ورخم وتلم، بس نعمل ايه يعني؟ مضطرين. طب حلو قوي ان انتم متجمعين. انا عايز اسالكم سؤال مهم جدا. اتفضل. هو انتوا ليه دايما غاويين تنكدوا عليا وتكرهوني في الشغلانه اللي انا بحبها؟ لا 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 خالص خالص يا اسطى، لا ده احنا بنحبك قوي وبنحب نهزر معاك. هابي نيو يير. هابي نيو يير منيل عليكوا على اللي خلفوكوا. ايه ده انت بتقول حاجه؟ لا انا بقول تحبوا تروحوا فين؟ انا معايا لسته بكل الحفلات اللي موجوده النهارده في مصر. الله طب ده حلو قوي. طب تفتكروا بقى هنسهر فين؟ هنروح كل الحفلات اساسا، حفله حفله ان شاء الله. بس احنا كده هندفع فلوس كتير قوي. ايه ده؟ هو انت كنت بتدفع حاجه من جيبك؟ ما انا على طول بدفع باماره ايجار البيت بتاع كل شهر. ولا نسيت؟ بس يا خالتي. خلاص خلاص هنروح كل الحفلات. بس قبل ما نروح هنعدي نجيب ناتاليا. ناتاليا مين؟ ناتاليا بربروفيتش، بنت روسيه اتعرفت عليها امبارح. يا ابن اللعيبه شقطتها ازاي يالا؟ شقطتها مين يا ابني؟ دي بتتشقط لوحدها. خلاص يا اسطى نجيب ناتاليا وكمان نجيب فاطمه عشان الليله تحلو. ودي فاطمه مين دي كمان؟ فاطمه دي سكرتيره عندنا في الشركه، لقيتها معجبه بيا يعني، ولقيت نفسي لوحدي في ليله راس السنه فقلت اجيبها نسهر مع بعض. بجد؟ طب كويس قوي. طب على فكره يا جماعه بقى انا مش هسهر معاكم النهارده. ايه ده ليه بس؟ ما هتسيبينا تروحي فين؟ اصلي ارتبطت باشرف. واشرف مين ده كمان اللي هيجي يركب معانا العربيه؟ وانت مالك انت في زعبوطك ده؟ هو انا مأجر العربيه ولا انت؟ ايوه صح صح. مين اشرف ده اللي حضرتك بتتكلمي عنه اللي هيجي يركب معانا العربيه؟ اشرف بيشتغل محلل في البورصه. واو وشقطيتي قصدي اتعرفتي عليه امتى ده؟ كنت بسجل معاه تقرير وبعدين اتصاحبنا على بعض قوي قوي وبعدين ارتبطنا ببعض. وانت اي حد تسجلي معاه تقرير عن انهيار البورصه تخرجي معاه في راس السنه؟ مش انهيار البورصه على فكره. طب يا جماعه انا لازم امشي بقى بجد، كنت عايزه اخرج معاكم قوي النهارده. هابي نيو يير. هابي نيو يير. باي باي. السلامه. بقول لك يا سعيد اليوم هيخلص واحنا لسه ما اتحركناش من مكاننا. ايوه صح. ثانيه واحده بقى عشان نرسمكم. ها يلا واحد واحد. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ما تلعبيش في حاجه. شكرا. اوعى حد يلعب في حاجه. على مسيس سلالات الادب. مين دول؟ الشباب اللي جوه كانوا بيحاولوا يتحرشوا برشا. إيه؟ لا 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 مش رشا بس، بكل الموزز اللي في الحفله. يا ريتني كنت معاكم. ايه كنت عايزهم يتحرشوا بيك ولا ايه؟ لا انا كنت يعني انا عايز اتحرش كنت عايز يعني ادافع عنكم. شفت شفت يا كريم ان انت كنت لازم تدافع عني؟ رشا ما كانش ينفع، ما كانش ينفع، كانوا كتير قوي. يا سلام. وبعدين مش عشان بس كتير، ده العيال دي جعانه كان ممكن يتحرشوا بينا كمان. لا راجل يا ايه ده؟ انتوا سبتوا الحفله ليه؟ من فضلك يا شادي ما تجيبش سيره الحفله دي خالص لو مش عايزه نتحرش ببعض، قصدي ايه نخسر بعض. لا مش مهم خلاص الحفله. احب اعرفكم فاطمه كريم رشا. اهلا. وانا سعيد. اهلا وسهلا. ايه ده يا عم؟ وانت فايزه؟ انا فاطمه. فاطمه والله؟ دي ناتاليا. هلو ايفريبادي. هلو. هاي هاي. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ تعالي هنا انت ما صدقت. يا رشا دي بوسه بريئه. بريلا بريلا بريليلا. اهدى يا عم المراجيح، ما ايه في ايه؟ ما تقول لها تهدى شويه احضان وبوس القعده وتفرقهم. يا عم اقول لها ايه؟ دي من ساعه ما جت وهي عماله تبوس في الرجاله، عارف الراجل بتاع الشاي؟ بسيته يعني ايه؟ ويلكم تو ايجيبت. بقول لك يا استاذ سعيد ما تيجي تقعد معانا وتسيبك من السواقه. انت بتعرف تتكلم انجليزي هيثم؟ ايه على فكره انا اللي قلت ويلكم. ولا الدموع ولا هي بتعرف تتكلم اصلا. امال بيتكلموا بعض ازاي يعني؟ انت طيب قوي، نتكلم ايه يا ابني؟ دي بتبوس بس. معلش هيثم بيحب يهزر. باين عليه. فاطمه انا مبسوط قوي ان انت جيت النهارده. وانا كمان مبسوطه قوي انك عزمتني. وانا كمان مبسوط قوي ان انا شفتكم. ها تحبوا تروحوا فين؟ نروح الحفله الثانيه. يلا يلا بينا. يلا يلا. يا عم
يعني حفلة زحمة جدا وبوب فظيع وحاجة نيلة. زحمة زحمة يعني، بس المهم ان مفيش ولاد بتتحرش بالبنات. اه بس كان في بنات بتحرش بالولاد عادي. فسعيد حفلة رقم 3. الحفلة رقم 3. هي ناتاليا فين؟ راحت فين ناتاليا؟ يا زهر احنا نستناها في الديسكو. ايه ده؟ زمان عماله تبوس في اللي في الديسكو دلوقتي. تبوس مين يا عم انت؟ احنا هنرجع نجيبها. لا لا هيثم احنا مش هنرجع نجيبها خالص، اصلا مفيش حد هنا عايز يتباس، وبعدين احنا ما حبيناهاش. سيب اذنك سيب لي الطلعه دي. اتكلمي عن نفسك يا رشا. شادي ما تنرفزنيش. رشا شادي انت معجب بناتاليا ولا ايه؟ لا انا عايز اتباس. ايه؟ لا لا طبعا اعجب. هو في حد يعجب واحده زي اللي اسمها ناتاليا دي؟ في السيس اللي زي هيثم هو اللي بيحب الاشكال دي. يا راجل طب بما ان سيس بقى احنا هنرجع نجيبها. هيثم بص في حفلات كتير قوي عايزين نحققها قبل الساعه 12. ثم رشا زعلانه منها وقالت يعني ايه مش نرجع نجيبها؟ معلش يا هيثم وخلينا نواجه الحقيقه، هي اكيد حد دلوقتي لقطها. في دي معاك حق. الو ايوه بس ايوه يا شادي. شادي اشرف نفض لي. ايه؟ قال لي ان البورصه وقعت النهارده وعنده اجتماع في الشركه وحاجات كده غريبه، المهم يعني انه مش هيعرف يجي. اوكي اوكي يا شادي. كان عندنا اماكن كتير لازم نروحها، وكمان كان معايا بنت اول مره اخرج معاها، بس دي بسمه. سعيد ارجع بينا. هنجيب ناتاليا؟ لا هنجيب بسمه. هابي نيو يير. هابي نيو يير. يا نهار ازرق، امال فين بقيه الشله؟ بيحتفلوا براس السنه. وانت ما رحتيش معاهم ليه؟ نفضوا لك؟ ايه نفضوا لي دي يا سيد؟ يعني حلقوا لك وسابوكي لوحدك. ليه كده يا سيد؟ ليه الكلام ده بقى؟ ما تخلينيش اقلب عليك. ها وبقول لك يا سيد اوعى يغرك بقى ان انا مذيعه وشعري طويل والجو ده. ها ايه ده انت اتحولتي كده ليه؟ والله العظيم ما قصدي ازعلك، ده انا بحبك قوي، ده انا بحبك اكتر من شيكابالا، ده انت احلى واحده في المكان. ميرسي يا سيد. وعموما يعني انت لو مش لاقيه حاجه تعمليها ومش عارفه تروحي فين كلمي سماح انور هتلاقيها موجوده في اي وقت. سماح انور ايه دلوقتي بالبتاع اللي انت لابسه على دماغك؟ خلاص كلمين انا اعمل لك اللي انت عايزاه، شاي قهوه، عشان انت مش بسمه بس، انت بسمه وابتسامه وحاجات كتيره ياما. اعوذ بالله. بس ما حصل ايه؟ العادي اللي بيحصل كل مره، مفيش حاجه بتكمل للاخر. على فكره بسمه احنا بالظبط زي بعض، حتى لابسين يعني شبه نفس اللون، ومش عايزك تكوني متضايقه ان انت النهارده لوحدك. انا هفضل معاكي. شادي انا وفاطمه طبعا نفضل معاكي يعني. كمان انا جعانه قوي. سعيد اطلع بينا على اقرب مطعم. هنجيب ناتاليا؟ ناتاليا تاني يا هيثم؟ ما بس انت عايزه ايه مني انت؟ تفيح حكايتك، ما تبقى هو انت مراتي، ما بالراحه كلمة يا عم انت. استنى يا عمي. احنا بص مش هنجيب ناتاليا عشان رشا تزعل، وبعد كده بقى رحنا ناتاليا بعد السهره بتاعتنا. عموما انا لازم اروح اغير الشوزه رجلي وجعاني قوي. حبكت دلوقتي يعني؟ يوه ما ينفعش بقى تكملي كده يا رشا. كريم رجلي بجد وجعاني قوي يا كريم. طيب خلاص هاجي معاكي. إيه عموما مش مستاهله يعني، ده البيت قريب. ايه ده؟ طب تكير بقى وحاولي ترجعي تاني. لو عرفت اخرج من البيت اصلا. لا يا رشا احنا كل نيو يير لازم نقضيه مع بعض. يا عم اتنيل، ده بيبقى نيو يير مهبب على نفوخنا. اه خبطتيني انا ما اتكلمتش. عموما يا حبيبي لو ما عرفتش ارجع يبقى هابي. لا ايه ما تكمليش. النيو يير ما يبقاش نيو يير غير وانتي معايا يا حبيبتي. كريم رشا روحي وارجعي بسرعه. يعني بدون ان انا اقطع اللحظه الرومانسيه الجميله السعيده اللي انتوا فيها دي، يعني يا ريت نلخص علشان تلحق البنت تنزل وترجع قبل الساعه 12، علشان يعني انتوا ماسكين ايدين بعض وراس سنه هيروح مننا. ايه ده؟ هو انتوا ما عملتوش حسابي في الاكل ولا ايه؟ حسابي يا ابو حساب انت؟ بعدين انت ما قلتش انك جعان. ما قلتش ان انا جعان؟ ايه الناس المعفنه اللي انا شغال معاها دي؟ هو بعدين انتوا عايزين تروحوا في انهي داهيه؟ ودينا في ايه داهيه يا سعيد؟ كده كده الليله باظت من ساعه ما ناتاليا ضاعت. استنى يا سعيد ما تزعلش، خد السندوتش ده. الله يخليك يا انسه، ربنا يكرمك. انا على لحم بطني من الصبح والله. على لحم بطنك؟ طب وليه بتعمل في نفسك كده؟ اهو بوفر بقى والشغل زي ما انت عارفه. هو سندوتش ايه ده؟ ده سندوتش كبدة. كبدة؟ اه الله ايه ده؟ ده من غير مستردة. مستردة؟ قولوا انت ساكت، انت هتتنك ولا ايه؟ ايه النكد ده؟
فيها بس بص بص مش ده هشام عباس فينه حبيبي فينه اهو تعالى يا نجم تعالى اتفضل يا نجم تعالى هشام عباس بجد مساء الخير مساء النور امر يا برنس امر يا برنس هو واضح ان استاذ هشام في الحقيقه غير استاذ هشام اللي في كليبات اتفضل يا فندم اتفضل تعالى 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 خديني في ريحه كنا بس امشي اوعى ريحتين تعالى اقعد هنا يلا استاذ هشام انا بجد انا فرحانه جدا جدا اني شفت حضرتك بجد يا استاذ هشام وانا مبسوط قوي اني شفتك يا اموره ميرسي مش مصدقه مش مصدقه اللي انا قاعد جنب استاذ هشام مين هشام ده يا عطوان يا استاذ هشام ده انا بحب حضرتك قوي لغايه احلى ما فيكي ايوه بس دماغه هو يا إيه باشا ممكن اطلب من سعادتك طلب والنبي الله يخليك ممكن اتصور معاك صوره اعلقها في التاكسي اهو اهو حبيبي بس عايز تعلقها في التاكسي ليه يعني يعني عدم المؤاخذه يعني المؤاخذه يا باشا يعني كنت نفسي اتصور معاك صوره يعني عشان انا الاستاذ حمائي معلق صوره ليه وعندي في البيت فقلت اعلق صوره لسعادتك يعني عندي في التاكسي انت بتحب حمائي انا عندي كل البومات حمائي ومنير طب بالنسبه بقى لهشام عباس اللي قاعد معاك وده ليك عنده البوم البون؟ الله 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 غريبة انت متعرفيش الالبونات بتاعت المطربين ولا ايه؟ يا جماعة انتوا متأكدين ان ده هشام عباس بجد؟ ثانية واحدة يا فندم معلش هو الشكل استاذ هشام انما البون دي اخرها عم شعبان لا 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 هدي نفسك بس يا هشومة مش كده؟ ما تقوليش يا هشومة الاسم ده بيعصبني هو انا عشان شبه هشام عباس كل اللي شوفني يقول لي يا هشام يا هشومة يا قلش انا اسمي بسيوني 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 يعني انت اسمك بسيوني ومتضايق قوي ان احنا بنقول لك هشام وانت مالك انت ما انت مالك انت ما تسكتي هو مش هشام هو ازيك يا استاذ بسيوني اخبارك ايه انت بسيوني خالص على فكره بس اهدى طب قولوا لي بقى بالصلاه على النبي كده رايحين فين عشان تاخدوني معاكم في سكتكم يا باشا مش مهم سعادتك احنا رايحين فين المهم شوف معاليك عايز يروح فين واحنا قدامين خلاص طب وديني وسط البلد طب لا عدم المؤاخذه يعني ما بلاش وسط البلد لحسن الدنيا زحمه دلوقتي والعربيه طويله زي ما انت شايف تقول ايه خفيف يا سعاده الباشا انا ممكن الفف سعادتك البلد شارع شارع نور استاذ بسيوني انا هكلم رشا اتاخرت قوي بتعمل ايه عايز تتصل بالبوليس ولا ايه بوليس يا كرومبو انت انا بكلم صاحبتي قول لي بقى صاحبتي وحبيبتي والموزه بتاعتي والكلام الفاكس بتاعك ده وفي الاخر تتصل بالبوليس مش كده يا عم بوليس ايه البوليس ده عقبال ما يجي يكون خلصت علينا وبعدين اصلا الشبكه واقعه ما فيش شبكه ايوه ايوه يا بسيوني ما فيش شبكه عشان احنا ليله راس السنه وطبعا كل الشبكات مشغوله كل سنه طيب يا فندم هابي نيو يير اثبت مكانك يا عايز تطلع من هنا عشان تتصل بالبوليس يا رح امك هو سؤال بس حضرتك لما انت خايف ماسك المسدس وحطه في وشي انا ليه اسمع يا حبيبي الاحتياط واجب اصل انا ليا واحد صاحبي ليه عندي فلوس وعامل لي حوار ومعمول لي كمين ثانيه واحده يا فندم في حد فاهم حاجه ده حوار اصله كبير قوي هحكي لكم عليه في السكه لحد ما نوصل وسط البلد يلا يا اسطى شد حيلك شويه حاضر ايه الليله المنيله دي احنا وصلنا وسط البلد يا بسيوني باشا فايه اعمل ايه تحب تعمل ايه سعادتك لا امان كده يا اسطى ده هي تاخدك يا بعيد بقول لك يا كابتن ايه انت هتقول له ان انا بشتمه ولا ايه هو تقريبا حضرتك نسيت تثبتنا ده انت غريب قوي يا كريم يعني هو نسي وانت اللي بتفكره لا ما هو كريم ما يفرقش معاه ما هو مفلس لا ما انتوا شباب زي الورد ومفيش فيكم حد عمل معايا الغلط بقول لكم ايه قبل ما انزل تحب تسمعوا حاجه لهشام عباس لا لا شكرا ميرسي لا 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 اسمعوا بقى دي يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا جماعه الشبكه برده مش راضيه تلقط وانا قلت على رشا طب انت بس تقلع عليها يا ليه يعني ما هي مش عيله صغيره يعني يا كريم المفروض كنت تكلمني لما توصل هي ما اتصلتش خالص كل ده طب هتعمل ايه انا هروح ادور عليها طب اطمنكم طب اول ما تلاقيها بطمنا ها خد بالك من نفسك اطلع يا اسطى هابي نيو يير يا سيدي هابي نيو يير يا احلى واحده في الدنيا سيدي انت عارف ان دي اول ليله راس سنه تعدي علينا ويا ريت يا بسمه ما تكونش الاخيره فاطمه انت عارفه ان بسمه صديقتي جدا واضح قوي يا شادي واضح كمان انك بتعزها قوي وبتفائل بقى بيها جدا جدا يا ريت كفايه تفاؤل يا حالتها كوتش العربيه فرقعه اكتر من كده هتقلبها طب ما
نهار اسود الكاوتش فرقع. انا قلت انه يوم منيل من الاول. سافط في ايه؟ في ايه؟ الحمد لله الحمد لله اللي هنا جت على قد العجله دي. انا كده كنت هتحبس. تتحبس ليه؟ اصل انا مضى على نفس الشيكات بتاع العربيه كله. يا نهار ابيض، يا ريتها كانت لبست في شجره. ليه كده بس يا سعيد؟ انت عايزنا تحبس؟ يلا تعالى شوف بقى هتغير الكاوتشه دي ازاي. اتفضل شوفها. يا سعيد انت بتقولي كده قدامها؟ ثم انا اللي هغير كاوتش؟ امال انا اللي هغير كاوتش؟ انا سوق اغير كاوتش؟ متاسف هزودك 50 جنيه. 75 جنيه. تدفع 100 جنيه؟ ادفع. هو اللي استبني فين يا جماعه؟ يلا يا سواق عندك ورق. خلاص يا فاطمه انا السواق ده هيغير الكاوتش وان شاء الله يعني على طول نتكل على الله. انا همشي يا شادي. تمشي؟ تمشي ليه؟ ده احنا خلاص قربنا نحتفل مع بعض. انت بتحب بسمه من امتى؟ انا بحب بسمه؟ ايوه. لا انت اكيد فاهمه غلط على فكره. انت ايه اللي خليك تقولي كده؟ قصدك انت عملت ايه ما يخلينيش اقول كده؟ نظراتك ليها وكلامك معاها ورجوعك عشانها مع انك سبت ناتاليا. ده انت ما اتكلمتش معايا نص الكلام اللي قلته لبسمه. ده انت حتى قلت لها هي هابي نيو يير وما قلتليش انا. انا اسف يا فاطمه. على فكره انا مش قصدي، وانا وبسمه اصحاب واكيد انت فهمتي غلط. انا فهمت صح يا شادي. وعموما انا ليا ناس صحابي بيحتفلوا براس السنه ويا دوب الحقهم. هابي نيو يير يا شادي. هابي نيو يير. ايه يا الغندوره مشيت ليه؟ مش عارف والله يا سعيد، قاعدين بيمشوا واحده في الثانيه. شكل كده هقضي ليله راس السنه معاك انت. ليه؟ ما الموزز كتير والحمد لله. موزز ايه؟ انا من ساعه ما شفتك لابس الزعبوط ده وانا متشائم. اركب يا سعيد. رد بقى يا كريم رد. ايه ده؟ الواد كريم نسي موبايله. دي رشا. الو. ايوه روحي. ايوه يا كريم، اخيرا رديت عليا. ما كنت سامع الموبايل يا مزة. هيثم بطل حركاتك القرعة دي، انا عارفه ان انت هيثم. فين كريم؟ انت قفشتيني. طب الاستاذ نزل يدور على معاليكي. يدور عليا؟ يدور عليا ليه يعني؟ هو انا كنت تايهه ولا كنت تايهه؟ هو فين دلوقتي؟ مش عرفني يعني. انت اللي فين؟ هيثم انت مش هتصدق انا شفت مين دلوقتي حالا. مين؟ هشام عباس. لسه واقعين في نفس المقلب. مقلب ايه؟ انا عارفه ان هو هشام عباس اهو قدامي اهو، انا عارفاه. ما هو ده نفس المقلب. رشا رشا انت الرصاصه جت في دماغك ولا انت فين؟ رشا يا رشا. اخر كده. اما الواد اللي شبه هشام عباس ده خد حته علقه، انما ايه؟ احسن يستاهل ده واد سيس. يا كريم. انت نسيت الموبايل هنا في العربيه ومعانا رشا. حاضر حاضر هنيجي ناخدك. بلغه لو عايز يستلم البت رشا يجيب لنا موزتين، واحده بلوند والثانيه قمح. تفو عليك يا هيثم يا رب تموت. باي باي كريم باي. امال فين كريم؟ هنروح نجيبه دلوقتي عشان كلنا نحتفل بليله راس السنه. ايه وفين فاطمه؟ فاطمه؟ فاطمه راحت تحتفل بليله راس السنه مع اصحابها. يعني هي كانت جايه تتعرف عليكم بس مش اكتر. طب هو انتوا هتتقابلوا تاني؟ هو اشرف كلمك تاني؟ ولا عبرني. يعني احنا الاثنين بقينا لوحدنا. ايه بقى؟ ايه يا كريم؟ كل ده ما اتصلتش بيا ليه؟ يو والله يا حبيبتي كلمت كتير بس موبايلك ما بيجمعش. زعلانه. هابي نيو يير. هابي نيو يير. هنا موزتين. هابي نيو يير يا. اهو يا عم اتفرج يا عم. بوصلنا نيويورك بالحفلات المعفنه بتاعتك. سيبوا لي نفسكم بقى، انا هصر في حفله تبعي. فين؟ عند اصحابي في مصر الجديده. فاضل 10 دقائق على الساعه 12. يعني احنا هنلحق نروح مصر الجديده في 10 دقائق يا هيثم؟ نقدر طبعا، وفي اقل من كده كمان. ايه ده؟ هو الطريق واقف كده ليه؟ احنا مش هنقدر يا جماعه، سامحوني. ده فاضل دقيقه واحده بس على الساعه 12. بصوا يا جماعه، انا متاكد ان الحفله كان هيوديها لنا هيثم اكيد حفله حلوه جدا، بس اللي متاكد منه اكتر ان احسن مكان نقضي فيه ليله راس السنه مع بعض هو هنا في الليموزين. بسمه ناوليه بس هوريك هوريك ناوليه ده. اتفضل. هابي نيو يير. بصي ده حلو قوي الازرق. بصي يمشي على اللي انت عايزاه. بص تعمل ايه؟ يلا 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 بسرعه. 4, 3, 2, 1,
فاضي ولا معترف بس.